وهذا سنجاب واقف بين الحجرتين، شوفوا شلون واقف متخبي عم ياكل وعم ياكل. فينا نقرب عليه ولا بيهرب؟ عارف يهرب، انا بيهرب معه. ما فينا نقرب عليه أكتر توضح الصورة، بس هاي الصورة اللي عندي اياها اوضح شي. سنجاب وعم ياكل، شوفوا كيف عم ياكل. الطبيعة بتلاقي فيها شغلات كتير. شوفوا هذا السرطعون. ليكو شفناه هلا نحن عم نتمشى، سبحان الله شوفوا منظره كيف، مثل كأنه بني آدم ماسك مادد إيديه، سبحان الخلاق العظيم. منظره بجنن. ليكو ليكو هلا بنط علينا. هو ما بيأذي ولا بيعمل شي، بس هيك هو عايش. حركنا ايديه لنشوف. شو شو كلب عنده هيك، شوف شلون عم يتحرك.